التي ينظمها حزب الاستقلال في بيت المعرفة، فمرحبا بالجميع. بطبيعة الحال بعد موقعات 4 سبتمبر 2015 وما تم خضع عنها من نتائج، وما تم خضع عن هذه النتائج من قيل وقال ومن تحالفات ومن بيان هنا ووقفة احتجاجية هناك وصريحات وصريحات ضد أبا حزب الاستقلال وانسجاما مع مواقفه الثابتة وقناعاته الراسخة، إلا أن ننظم هذه الندوة الصحفية توضيحا لمجموعة من الأمور التي تستوجب التوضيح. بداية لابد أن نقدم مجموعة من المعطيات، مجموعة من الأرقام التي لها بدون شك دلالات عميقة يمكن أن نلتقط منها لا يمكن التقاطها. أولا لابد من التأكيد على أن عدد مسجلين اللوائح الانتخابية سنة 2009 وصل إلى 60,569 مسجل، مقارنة مع مسجلين اللوائح الانتخابية الأخيرة أي قبيل انتخابات 4 سبتمبر 2015 66,321 مسجل. عدد المصوتين سنة 2009 وصل إلى 22,712 مسجل. عدد المصوتين في 2009 22,712، عدد المصوتين في 2015 22,314. نسبة التصويت سنة 2009 37.50%. بطبيعة الحال الانتخابات الأخيرة لم تتجاوز نسبة التصويت 33.65%. عدد أوراق الملغاة في انتخابات 2009 وصلت 3,620 ورقة ملغاة. 3,620 ورقة ملغاة. 2015 الانتخابات الأخيرة عدد الأوراق الملغاة 3,288 ورقة ملغاة. في هذا الإطار لابد أن نقدم الملاحظات التالية. أولا ارتفاع عدد المسجلين مقارنة ب 2009 ب 8.67%، أي ما يعادل 5,752 مسجل جديد. ثانيا انخفاض عدد المصوتين ب 398 ناخب، وبلغة الأرقام أي بنسبة بلغت 1.75 رغم ارتفاع الكتلة الناخبة ب 8.67%. ثالثا لابد حسب الأرقام دائما تراجع نسبة التصويت من 37.50% سنة 2009 إلى 33.65% في الانتخابات الأخيرة، أي نسبة التراجع تقدر ب 3.32% بالرغم من ارتفاع عدد المسجلين مقارنة مع
2009 علما ان نسبه المشاركه على المستوى الوطني تطورت بحوالي نقطتين وبلغت 53%، اي ان التونسيات متاخره مقارنه مع النسبه المسجله على الصعيد الوطني. رابعا، لابد من تسجيل كذلك ان انخفاض عدد الاوراق الملغاه ب 332 ورقه تصويت، حيث تراجع العدد من 3620 سنة 2009 إلى 3288 سنة 2015. لكن بكل تأكيد يبقى حزب الأوراق الملغاة هو الحزب الفائز في هذه الانتخابات. لابد كذلك أن نقدم مقارنة ما بين انتخابات 2009 والانتخابات الأخيرة، ما بين الأحزاب التي شاركت في الانتخابات، فالأصالة والمعاصرة سنة 2009 فاز بتسعة مقاعد، الانتخابات الأخيرة فاز بأربعة مقاعد، أي بنسبة تطور نزلت إلى 44.45%، مع العلم أنه ناقص 44.45%، مع العلم أن وكيل لائحة الجرار كان هو السيد حسين الجامعي، ووكيل لائحة كما تعلمون في الانتخابات الأخيرة من واش. التجمع الوطني للأحرار 2009 حرز على 8 ديال المقاعد، 5 ديال المقاعد في الانتخابات الأخيرة بنسبة نزلت بنسبة ناقص 37.50%، مع العلم كذلك كما تعلمون أن وكيل لائحة حزب الحمامة في الانتخابات الماضية لم يتغير، هو رئيس مجلس البلدي السابق. لائحة العداء هي لائحة مستقلة، حرزت في سنة 2009 على 5 ديال المقاعد، وفي الانتخابات الأخيرة بأربعة مقاعد بنسبة ناقص 20%، مع العلم أن وكيل لائحة 2009 كان هو السيد محمد القرتيلي، وفي هذه الانتخابات الأخيرة السيد حميد بلفيل. العدالة والتنمية فازت ب 2009 بخمسة مقاعد، 2015 بأربعة مقاعد، أي بسبعة مقاعد، أي بنسبة تطور ثمانية وعشرين فاصلة خمسة. وكيل لائحة كان هو السيد إسماعيل مشعار، وكيل لائحة الانتخابات الأخيرة هو السيد عبد الله بن حمو. الحركة الشعبية 2005 مقاعد، الانتخابات الأخيرة 3 مقاعد بنسبة تطور ناقص 40%، مع العلم أن وكيل لائحة كما تعلمون كان هو سعيد المنصوري، والآن في الانتخابات الأخيرة السيد حسين الجامعي. تقدم الاشتراكية 2009 أربعة مقاعد. مناضلات ومناضلي الاستقلال وأصدقائنا بطبيعة الحال اللي ساهم معنا عن قرب في حملة انتخابية نعتبرها حملة استثنائية وحملة حبلت برسائل متعددة، سواء من ناحية شكل الحملة أو من ناحية مضمونها، من ناحية الخطاب الذي كنا مصرين على أن يبلغ لساكنة المدينة. نلتقي اليوم بطبيعة الحال أولاً لكي نطلع جميعاً على المعطيات العامة المرتبطة باقتراع 2015، يعني باقتراع الجمعة الماضي، ونحن تبعدنا الآن أسبوع، نبتعد بأسبوع عن تاريخ الاقتراع. بطبيعة الحال هذا الأسبوع حابلة بالكثير من من الأحداث ومن التطورات، وأعتقد بأنه من حق ساكنة المدينة ومن حق رأي العام محلي ومن حق رأي العام وطني أيضا أن يطلع على حقيقة ما جرى خلال الأسبوع.
ولكن تعمدنا أن نقدم هذه المعطيات الإحصائية ونعتقد بأنها مهمة بالنسبة للجهة الصحفة ولكن أيضا مهمة بالنسبة للمواطنين. ولكن هذه المعطيات الإحصائية كانت مهمة جدا وإرشادية لتفسير القرارات التي اتخذناها والتي عبرنا عنها في بلاغ عممناه على وسائل الإعلام وعبرنا فيه بوضوح عن القرارات التي اتخذناها والتي كان أبرزها أننا لن نكون في أي تكتل أو أي تحالف يضم رموز الفساد بالمدينة. طبعاً الحل اليوم هناك نقاش وكل طرف سيعطي واحد الرواية من الروايات لما جرى باش يصير التحالف الآن اللي تشكل حول السيد حميد بلفيل والذي يضم حزب العدالة والتنمية والتجمع الوطني الأحرار عبد السلام البويرماني وحسين الجمعي وفؤاد العتيريس وبطبيعة الحال لائحة العداء مع بعض الشتات. أولا عندما انتهت الانتخابات كان أول واحد اتصلت به هو السي عبد الله بن حمود وكيل لائحة حزب العدالة والتنمية. أولا قربتني واحد العلاقات ديال الاحترام واحد الود مع السي عبد الله بن حمود. نحن زملاء في البرلمان معا والأحداث الديمقراطية تقتضي أنه أن أهنئ الحزب الحاصل على المرتبة الأولى ولهذا اتصلت بسي عبد الله بن حمود مخدوم مبارك مسعود على اتقادي الناخبي وأنه إذا كتفكروا أنكم تقدموا لرئاسة المجلس البلدي فالمقاعد الأربعة حزب الاستقلال رأيها إلى جانب حزب العدالة والتنمية. تجاوبني سي عبد الله بكل أدب اللي تتعرفوا عليه تقول لي شكرا ولكن احنا قررنا أننا التحالف ديالنا يكون في إطار أحزاب ديال التحالف. جاوب ديال سي عبد الله احنا مطلعين على التحالفات اللي كاينه في المغرب كله. التحالفات المحليه تكون عندها طابع محلي وعندها اعتبارات محليه. وثم انه حتى على مستوى التوجيه الوطني كان في واحد اللحظه بالنسبه لحزب العداله والتنميه انه الاصاله والمعاصره خط احمر. وتبان مع الايام بانه ليس هناك خط احمر بل هناك تدبير محلي للتحالفات. من نهار الجمعة دابا راه الناس في المجلس الإقليمي راه ترشحات مع أحزاب أخرى وهادشي حنا مازال جايين ليه في الطاعون لأنه قانون الأحزاب واضح في المادة 20 اللي تينجح واحد الإنسان في اللون ديال واحد الحزب وتيمشي يترشح بحزب آخر تيفقد بمعنى ديجا بعد هاد الجلسة ديال نهار الثلاث راه الناس ما عندهمش الصفة فقدوا الصفة باش يجيو نهار الثلاث المرة في الأغلبية. إذا